المولد النبوي الشريف هو عادة دينية بدأت من الدولة الفاطمية ووصلت حتى لهذا الزمان الذي نعيش فيه. العديد من الناس هو ضد المولد النبوي، والعديد من الناس مع المولد النبوي الشريف. أصبحت العادة المولد النبوي عادة صوفية عند الصوفيين بالأكثر، لكن سيدي بالعباس بما أنها ولاية عريقة فيها صوفيين والزوايا وكل، أصبحت العادة عادة جامعة للناس، استغلوها الناس في زيارة الأحبة، في زيارة في الاجتماعات، في الأطفال، في يجتمعوا على أكلات مثل البركوكس، تقنتة، أي حاجة. المهم هي عادة دينية يستغلها الناس للبروز والاجتماع من أجل تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. نديروا لهم الحنة للدراري، والصباح لبسوا لهم القفاطين، لبسوا لهم الشدة، الردة، كاين لبسات على كل طبعة تاع بلادنا كاع، تاع وهران، تاع تلمسان، تاع كاع اللبسات اللي كل واحد شي يبغي. كاع النهار أيا وفقس الفطور نديروا بالكوكس، وقيس القهوة نديروا المحاجب، نديروا التقنتة، التقنتة السلو، نزوقوا الطابلة بهذا الصوالح تاع المولود. أيا ونفرحوا بهم، وتاني يفرحوا مساكين من يلبسوا منه. هذه الحقيقة، هذه مولد النبوي، احنا عندنا هذه التقاليد من بكري وملي نعقلوا، نديروا البركوكس، يديروا التقنتة، والان درك ما عنديش البز باش يديروا لهم الحنة وصوالح ويفرحوا. حقيقة ما دوكا ما بقاش كاع عندي غير كبار، مي انا البارح الحقيقة شريت البركوكس، وغدوة ونهار السبت ان شاء الله تبقى هذيك الحفلة، نديروا الحفلة كيما العوايد، وتكون انسان بالك، ولا ربما نزوروا العائلات ونشوفوا جو عندي ثاني العائله. حنايا في العهده كنا بكرين في حوش الجوارين، اللي يدير البركوكس الدير، اللي يدير المسمن الدير. ايا وحنايا في دارنا حنايا كانت الحاجه تدير ترذاذه، تزيدها دابور، تزيدها باش العجين ما يلصق لهاش. ايا وديرنا ودير الرقاق، مين يدير الرقاق؟ حنا نوقفو، حنا نوقفو، هذاك الرقاق ينقعر. جمعوا عليا وانتوما واقفين عليا كي العسكر، هاك فهمني؟ ايوا. وكاين اللي يدير البركوكس، بون، كاين اللي يدير العيش، وكاين اللي يدير البركوكس بالحشايش. العيش سي البركوكس بالحليب، ولكن لا بارتيكولاريتي نتاعه يزيدوا فيه الجلبان صغير، ويزيدوا فيه لي كاري دو بوم دو تير، ويطبعوه بالكابويه الحمراء. من العادات والتقاليد اللي نحيوا بها المولد النبوي الشريف، اولا سهرات دينيه لتعليم الأطفال، نذكروهم بالمولد النبوي ونحسوهم به. ثانيا اللبس التقليدي، لبسوا البنات زي تقليدي مع الأطفال، مع الوليدات الصغار، ونطيبوا ونديروا لهم الحنة في الليل، والغدوة نطيبوا لهم بالكوكس وطمينة. كاين الجوارين زوج ولا ثلاثة يتلايموا، أيوي، وفيها راس الحانوت. علاش يقولوا راس الحانوت؟ راس الحانوت على خاطر ملمين في هذاك، ملمين ودايرين فيه ومعطريناه بالتوابل، جميع التوابل اللي كاين في الحانوت، توم، سافيندا، العطريه كاع، عليها يسموه راس الحانوت. يو حاجه مليحه الشيفاليه، كل واحد ندابزو، دي فوا يديروه بالخليع، وهذاك الخليع يصبروه ويديروه في، كيقولوا له يديروه في السطح. دونك الخليع نقعدوا حنايا كل واحد منا، شكون اللي يدي ان موسو ياكلوا كذا منا، وتبقى هذيك المرقه، تبقى لو فون في القصعه، تبقى المرقه هي، مي تبقى كاع يبغوا
يكرفوها كاع يبغوا خوت لا فامي كاع يبغوا يكرفوها. مين تبغي تكمل تشدي لها شيبانيه ديرها فوق ركبتها الى دارنيير كرفه سي بورال.